كلميني عن ماما الدكتورة سوزان الشافعي، هي كانت أستاذ مخ وأعصاب؟ نيوروفيسيولوجي، فيسيولوجية المخ والأعصاب في القصر العيني. وهي كانت إنسانة عادية زي أي حد، لا عمرها كانت أزهرية ولا درست في مدارس إسلامية ولا أي حاجة. وهي في آخر الجامعة، ولا كانت محجبة خالص، يعني كانت عادية تماما يعني. وأسرتها كانت برضو، هو العصر ده كان كله عامل كده يعني. وبعد كده في آخر الكلية، هي والدي دفعة واحدة، والدي أستاذ جلدية برضو، اتعرفوا على الشيخ ياسين رشدي وبدأوا يتعلموا على إيديه، وبدأت تتعلم تشوف بقى دين. هي عمرها ما سمعت، ما هو زمان ما كانش فيه الثورة الدينية اللي كانت ظهرت في الألفينات دي، ما كانش موجود الكلام ده. المحجبات دول كان فيري فيو، كانوا قليلين قوي. وبدأوا، وطبعا كان فيهم في سكك، خدت سكك ومنحى تاني خالص. طبعا وبيتسجنوا بقى. وناس كده وناس يعني كانت لخبطه. هي خدت طريق العقلاني قوي وتحرت الدقه قوي في فكره الاختلافات، وبتقول لك الاختلافات ديننا واسع، اللي بيختلف بيوصلوا لمرحله ان هم يكفروه. هي علامتنا او حياديه العقل، انه مش معنى ان انا مختلفه عنك يبقى انا ارفضك. لان هي كانت بتعلم ناس، اتعلموا علشان ما حدش يضحك عليكم، اتعلموا عشان ما تخشوش في سكه حد يضحك عليكم وتمشوا وراه والسكه دي تبقى غلط. اعرف ان في مذهب واحد واثنين وثلاثه واربعه، وخد الاحوط. الاحوط مش يعني الاسهل، صح، مش يعني الاصعب. مش انا ولا سمعت الاصعب ولا الاسهل، ولا الاسهل. الاحوط يعني المناسب لصاحب الضروره. ومين بيحدد الضروره دي؟ صاحب الضروره هو اللي بيحدد. الضروره بالنسبه لك مش هي الضروره بالنسبه لي. ايوه صحيح. فمين كان هيعرف الكلام ده غير لو حد علمك؟ عشان كده هي ولعلمك هي كانت دايما بتقول اتعلموا الكلام ده في اي حته، مش لازم عندي انا هنا. وكانت من الناس لما تعرف مثلا حد يجي يحضر لها يقول انا حضرت عند فلان ما شاء الله عليه ممتاز، عمرها ما كانت ضد لا احضروا لي انا بس، ما حدش يجي يحضر غير عندي انا بس، نيفر. هي كانت دايما مع ان الواحد لازم يتعلم الدين زي ما انت تروحي تتعلمي صحافه او انا اتعلم طب، ما هو ده حاجه لازم نتعلمها علشان نعرف نمشي في حياتنا بيها. مش مجرد ايه اللي خلاها تدي دروس؟ ازاي يعني النقله دي؟ ازاي يعني واحده بتتعلم دينها دي ماشي على عيني وعلى راسي، انما توصل انها تدي دروس في مساجد؟ هي حست ان هي كانت في حته بعيده قوي، ولقت ان الدين بسيط وسهل قوي، لان زي ما قلت لك اتعلمت على ايد الشيخ ياسين رشدي. ولقت ان هو بيقول علمه كداعيه، علم ما ينفع الناس ما لا يريد الناس. يعني هي لو كانت هتقعد تدي نكت ولا تغني ولا تقول حاجه سهله الناس هتبقى عايز تسمعها، انما ان انا اقعد اكلمك في حاجه ما حدش انترستد قوي ان هو يسمعها وتعرفي بطريقتك تجيبيه. فهي حست ان ده دورها، حست بمسؤوليه غير طبيعيه ان الحاجات اللي انا عرفتها دي لازم اوصلها للناس، وعلى السكيل بتاعي انا. بدليل انها بدات تدي في مسجد الكليه، في كليه طب اسنان، في كليه طب القصر العيني بشري. هي بدات هناك في مسجد الكليه بتدي طالبات سنه اولى وثانيه طب، كانت بتعلمهم الاول اخلاق، لانه هو الحديث بيقول ايه؟ انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. ما قالش مكارم الصلاه، ما قالش مكارم الحجاب. فهي كانت بدات مع البنات بتعلمهم افات اللسان، الاخلاق، ازاي تعاملي ابوك وامك. اذا هي بدات من مسجد طب القصر العيني. احسن حاجه الواحد يعملها يوم العيد ايه؟ خارج البيت، صلاه العيد، والحاجه الثانيه ايه؟ صله الرحم. ان احنا نروح، معلش انا اسفه، بشوف ناس كتير قوي تيجي يوم العيد الصبح راحت تعيط على مامتها. فين الولاد يا حبيبتي؟ على الجده يعني. فين الولاد؟ وديتهم النادي. ليه يا حبيبتي؟ ما قلتلهمش ليه؟ اصل بتبصوا مع اصحابهم احسن. بتبصوا مع اصحابهم؟ هو انا بروح عند تيتا ولا عند جدي عشان اتبسط؟ انا رايح عند تيتا عند جدي ليه؟ صله رحم. ولازم افهم ولادي كده، احنا مش رايحين عشان نتبسط، احنا رايحين عشان ناخد ثواب. وعيد معناه عيله. يوم العيد سايبه اهلها ومسافره. ابقي قابليني ربنا بارك لك. ابقي قابليني. بارك لك يعني ايه؟ لو اتبسطت ابقي قابليني. فدايما ده يوم واحد يا اولاد، يوم سافري تاني يوم. اصل خالتي راح شرم الشيخ. يوم مسافره يوم الوقفه، وهتسيبي امك في العيد؟ وهتسيبي ابوك في العيد؟ طب ابوك وامك ناس محترمين، مش هيقولوا لك ما تقعدي. انت مفيش احساس؟ هم سايبينك رايحه تختاري. دي فيها اختيار؟ ده هو يوم العيد. انا بقول لك الكلام ده، انا عارفه الظروف بتختلف من واحد من بعضكم يعني، بس دايما عودي نفسك على كده، ان صلاه، ان يوم العيد ده، العيد يعني اهل مش يعني اصحاب. حاسه شبه مامتي شويه، حاسه بتلبس نفس الستايل وطريقه كلامها كده وبتاع، ما اعرفش اثرتني. مامتك فيها عرق تركي؟ كل الناس بتقول لمامتي كده، بس هي مش كده. اصل انا جدتي كان فيها عرق تركي. فاهم؟ طيب
لا انا عايزه افهم هي ازاي اتنقلت وراحت اشتغلت في، يعني كانت الاول بتدرس في قصر في العيني. الجامعه، وقلت لي ان انت لقيتي ورقه فيها تصريح انها تدي من محاضرات الدوله او دينيه. العميد او كده، انه هي تدي، لانه ما ينفع مش اي حد يطلع في جامع او زاويه ويدي يقعد فيها يتكلم. دروس، فهي واخده تصريح واخده كذا تصريح، مش تصريح واحد، في لايه بقى؟ تصريح من وزاره الاوقاف في الدعوه الاسلاميه، وكانت واخده موافقه من العميد ساعتها دكتور خيري السمره، وكان رئيس قسم بتاعهم ساعتها، صدفه غريبه. ان هي تدي محاضرات توعيه للبنات في المسجد الكليه، محاضرات دينيه اخلاقيه. ده وفعلا ما هي كانت بتعمل كده، بيقول لك بر الوالدين وازاي يذاكروا ويربطوا، وهي رابطه ده بالدين، هي الفكره انها رابطه الدين بالدنيا بس. هي كانت ست محبة للدعوة لله بدون أي يعني أهداف، هي بس هدفها الوحيد هو عايزة تعلم الناس.